سيد رئيس هيئة خبراء المحاسبين على المستوى الوطني وبفرعها بصفاقس، السيدات والسادة الحضور، أولا شرف لمدينة صفاقس أن تحتضن مثل هذا الملتقى الدولي، وهذا مش غريب على مدينة عرفت على الدوام مش كمدينة المال والأعمال فقط، بل كمدينة محبة للعلم والعلماء ومحبة لمثل ملتقيات بمثل هذه الأهمية، خاصة على مستوى الضيوف، على مستوى نوعية المتدخلين، لكن الأهم من ذلك هو حتى على مستوى نوعية الموضوع أو الموضوع الذي سيقع التطرق إليه خلال هذا الملتقى الدولي. ربما سأرتجل معنى كلمة هذه الترحيبية، حبيت نقول أن تونس الآن وهي في مرحلة استكمال الفترة الانتقالية بعد ما تم اتخاذ أو إصدار دستور 26 جانفي 2014 اللي جميع المختصين من حقوقيين من رجال قانون الخبراء المحاسبين جميع الدارسين سواء القانون الدستوري أو المختلف فروع القانون أكدوا على أنه الثورة الحقيقية اللي ربما جاء بها دستور 2014 هي الباب السابع والمتعلق بالسلطة المحرية وتركيز على الأقل على المستوى التشريعي للامركزية، بما يعني ذلك خاصة من نقل لصلاحيات من المركزي إلى المحلي وما يتبع نقل هذه الصلاحيات كذلك من إحالة الاعتمادات أو الأموال اللازمة للتعهد بهذه بمثل هذه الصلاحيات. الآن تم التركيز أو تم إقرار هذا المبدأ أو هذه المفاهيم على مستوى دستوري، لكن المشوار طويل، لابد من ترسانة قانونية تستكمل مشوار تكريس اللامركزية في تونس، وبالإضافة إلى الترسانة القانونية هناك معناها ديما كي نحكيو على اللامركزية لابد أن يتبعها من تغير على مستوى العقليات، من تغير ربما على مستوى معناها التعاطي مع العديد الملفات ذات العلاقة. اللي نأكد عليه إن شاء الله نقول وإحنا الملتقى هذا يكون فرصة باش نتطرقوا للمفاهيم هذه أو الأبعاد هذه في مختلف معناها المجالات، ربما البعد المفاهيمي للمركزية، الجوانب القانونية، علاقة المفهوم هذا أو اللامركزية بالتنمية خاصة على المستوى المحلي، نحكي على لامركزية سياسية، لامركزية ترابية، كذلك لامركزية اقتصادية. هذه مواضيع أكيد أنه الخبراء اللي شرفونا بحضورهم في مدينة صفاقس مش تكون لهم فرصة وتكون لنا كذلك فرصة باش معناها نتعرضوا لها، وربما إن شاء الله يكون وأكيد نقول إن شاء الله يكون الملتقى هذية هو خطوة من الخطوات اللي ربما إن شاء الله تساهم في معناها تكريس المفاهيم هذية وفي معناها استيعابها. مرة أخرى نجدد شكري وامتناني للمنظمين هذا الملتقى الدولي، مرة أخرى مرحبا بضيوف مدينة صفاقس، إن شاء الله إقامة طيبة بيناتنا وإن شاء الله كل التوفيق لأعمال هذا الملتقى. شكراً.